السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لكم سويكات شويه متنوعين، حتى لي بخير يكون متنوع. اول حاجه غادي نبداو بها شنو هي نسرين؟ هذا السويك هذا البنات ديجا ديال هاد لامارك، ديجا كنا صورناه لكم، مبقى فيها لون واحد هو هذا. غادي نديرو لكم فيه ثمن ناقص شويه، على تخفيض على يعني على الثمن اللي كان قبل في الموديل. بعدا كيفاش كيجي؟ كيجي زوين صفر السيدات، تبارك الله ما شاء الله. ولكن القطع شحال بقى فيه؟ تقريبا يمكن شي ثلاثه، تقريبا شي ثلاثه ديال البياسات اللي بقاو فيه. شوفوا الموديل كيفاش كيجي، كيجي فيه الطريزه هكا من اللور زوين، وكيجي فيه الطريزات من هنا من القدام وحتى من هنا. شوف المنظر ديالو كي كيجي زوينين، وحتى اللون ديالهم زوين. كيجي فيه هكا هاد البواني بحال هكا، حتى هي راه كتجي كلها مطبوعه بالسميه ديال لا مارك. كيجي فيه هكا، تقدري تهزيه بحال هكا، سينو تقدري ديري ليه هاد البوندوليغ اللي كتجي عريضه. شفتوا هادي كتجي عريضه، هادي مكدرش في الكتف، يعني تهزيه بحال هكا. السيدات اللي تيبغيو يديروا الصاك هكا قدامهم يتحكموا فيه، تحيدي ليه هادي وديري ليه هادي. كيجي تخليهم بجوج، راه كتخليهم بجوج. كاين اللي كتبغي ديرهم بجوج الصاك، كيجي ما شاء الله. بالنسبه لهذا عوض بحال كان نسرين، في الاول فاش جبناه كان 249 درهم، اليوم غادي يبقى لكم الاخر القطع غير ب 129 درهم. 129 البنات الاخر القطع، يعني ما بقاش فيهم بزاف. اللي بغات شي حاجه بغات تستافد، مرحبا والف مرحبا. كيجي فيه هنايا جويب بالسنيسله، شو كيجي هنا جويب بالسنيسله، شو كيجي ما شاء الله مخدوم من الداخل. كما قلت لكم هذا اخر القطع، غيبقى لكم غير ب 129 درهم. ومرحبا بكم والف مرحبا. دابا غادي ندوزو ليهم الموديل اللي هو شويه كبير، ماشي كبير بزاف، مويان ديال هاد لامارك هادي. شوف الغنيه عن التعريف، تبارك الله ما شاء الله. حتى الفينيسيون ديالهم تبارك الله ما شاء الله، وهذا التيسو ديالهم تيكون زوين. شوف كيجي نوريكم، حتى في هادو البواني ديالو كيجيو نفس اللون كلهم فيهم هاد الجاء ما شاء الله. حتى الفينيسيون واعره، كيجي فيهم هنايا جويب هنا من اللور، الا بغيتي ديري فيه التليفون ولا ديري فيه شي حاجه. وكيجي هنايا جويب من اللور، كيجي كيتسب هدا الصاك بالسنسله، الصاك كيجي كيتسب بالسنسله. يعني السيدات اللي تيفضلوا الصاك ها كيكون كيتسب بالسنسله، يعني ها مسدود ما عنده حتى شي حاجه، ما غادي يطيح. سوي كيجي على هاد الشكل هذا من الداخل، تدي فيه سيباراتور، كيهز تبارك الله. السيدات اللي تيفضلوا السكن يكونوا كبار، عاد كاين هنايا جويب بالسنسله، هانتوما شفتوا كيجي فيه السميه ديال لا مارك. كيجي هنا سيباراسيون، حتى هي راه كتسد بالسنسله، عاد فيه جويبات من هنا. شوف شوف عاد فيه جويبات من هنا، عامر جويب. تبارك الله ما شاء الله، الصاك واعر فن ثقيل، يعني الخدمه ديالو متقونه. وكتجي فيه هاد الشينيط هادي، الا بغيتي تلبسيه مثلا بحال هكا تلبسيه بحال هكا كيجي. وعاد عنده هادو اللي كيحافظوا على القاعده ديال الصاك، يعني باش كيتحمى لك الصاك من تحت ما تيتضربش. الصاك كيفاش كيجي ما شاء الله زوين، هذا مثلا خدمه، هذا مسافره للقرايه، كيجي زوين كيجي في هكا فن. هادو عوض 380، ما نقولش لكم 380، ما نقولش 350، غادي يبقى لكم غير ب 279 درهم. بحال قلت انا نسرين 279 درهم السيدات، ولكن راه بقاو اخر القطع، اخر قطع في هذا الموديل هذا. اللي بغات شي حاجه تسكريني وتواصل معنا، ابقى معكم في نفس لا مارك. حتى هو كيجي شويه كبير، ها الستيل هذا محمق العيالات، حتى هو ان شاء الله. شوفوا كيجي، كيجي نوار سامبل، في هذا الاكسسوار هذا من هنا. شوفوا في هذا الاكسسوار بحال هكا، كيجي فيه السميه ديال لا مارك. صافي كيجي واقف ما شاء الله. شوف كيجي كيبان في واحد البريونس واعر، كيجيو فيه هاد السميطات هادو. هاد السميطات هادو راه كيطوالو كيقصرو، يعني مثلا اللي بغات تزيد تقصر السيده السمطه راه تقصرها، بغات تطولها راه تزيد تطول ليه السميط. كيجي بلا تقدر تهزيه هكا في الكتف، شوف كيجي ما شاء الله واعر فن غزال. حتى الصاك هذا كيحمق، حتى هو كيتسد بالسنسله، يعني السيدات اللي تيفضلو السنسله. كيجي على هاد الشكل من الداخل، شوف كيجي كبير ما شاء الله ومخدوم. شوف كله طبوع بالسميه ديال لامارك من الداخل. كيجي فيه جويب هنا بالسنسله، كيجي فيه حتى هو جويبات من هنايا،
يعني ما شاء الله فل غزال كما تشوفوا راه كبير كيهز تبارك الله. هذا السيدات اللي كيبغيو الخدمه ولا القرايه ولا مثلا اللي عندها وليدات صغار تبغي تهز ليهم الاغراض ديالهم راه تبارك الله راه كيهز حتى هو غيبقى لكم البنات بنفس الثمن 279 درهم. هذا راه فيه جوج ديال القطع الحساب البنات، جوج ديال القطع اللي بقاو عندي في المحل غيبقى لكم بهذا الثمن هذا 279 درهم. ودابا غادي ندوزو لواحد الموديل سنيكيش صغاور ومطيور، شوف باش يبان لكم الحجم، ها يدي تبين لكم الحجم ديال صغيور ولكن زوين فيه هكا اللي بغات شفتو ما بقاتيك وزوين هذا الماتيغ ديالو زوين. هانتو كتجي فيه مطبوعه فيه فلاو السميه ديال لامارك صويت كيجي على هذا الشكل هذا من الداخل. بعدا سيرتيفيكاسيون ما نساوهاش ضروري، صويت كيجي من الداخل زوين خفيف سامبل ما فيش سيباراسيون من الداخل. يهز لك تليفون بسطام، عطيني جرب لهم فيه تليفون بسطام انا نسري سميطه سميطه كيفاش كتجي، كتجي حتى هي نوار سامبل كيجي وفيه السميطه راه كطول وكتقصر، يعني راه تقدر تطوليها تقدر تقصريها. هادشي مع هو نوغو سامبل كيبان زوين، كيبان عاطي مع هاد اللوغو ديال لاماغك جا فيه هنايا بحال اكسسوار جا زوين. هانتوما ديرو فيه بزطام تيليفون، هانتوما هاهو هاد بزطام و تيليفون، تقدري تزيدي فيه سويرتات ولا شي حاجة أخرى. يعني راه كيهز ماشي صغيور تاني بزاف لي ميهزلك والو، يهزلك تليفون بزطام ديالك سويرتات زوين، يعني تهزي هكا خارجة شي خريجة خفيفة ولا هذا كيجي زوين في الهزة وبقاتك وخفيف خفيف عرفتي. هذا إلا كان خاوي راه تكمشي وديري ديري وسط الباليزة. الشكل كيجي وفيه اللوينات، فيه هاد اللوين هذا وفيه هاد اللون هذا، ثلاثة ديال اللوينات البنات ثلاثة. غيبقاو ليكم شحال يا نسرين؟ هذا غيبقاو ليهم 149 درهم. 149 درهم وحتى هو راه آخر القطع اللي بقاو فيه. هانت سكريني الموديل اللي عجبك وتواصلي معنا في واتساب في الأرقام اللي كنخليو ليكم لتحت، راه الإرسال كاين في كازا وخارج كازا البنات، حتى كتوصلي بلا كومود ديالك عاد كتخلصيها. وكيف ما كنقول لكم ديما تقلبي السلعة ديالك تشوفي المسائل ديالك واش هما هادوك عاد كتخلصي ليهم. ومرحبا وألف مرحبا بكم البنات. ودابا غندوز ليكم من هذا الموديل هذا محبوب الجماهير، هذا الموديل هذا واعر فن، شوف السيل الجديد ديال هذا العام هذا واعر فن، شوف السيل كيفاش كيجي فن، شوف كيجي هنايا عنده القاعده كبيره يعني كيهز، شوف كيجي سامبل. يعني انا دابا شوفوا لابسه اللوينات لابسه داكشي مورد، شوفي لابسه مع السامبل جا زوين، يعني السامبل كيخرج لك اللبس. شوف كيجي كدي فيه بعدا ضروري لاوس ديالو وعافيه السميه ديال لامارك، والصاك كيجي على هذا الشكل من الداخل كيجي دان من الداخل، كيجي دان هانتوما باش تشوفوا هذا كيجي دان كيجي زوين من الداخل، فيه جويب من هنا فيه جويب الداخل وكيتسد بهاد الطريقه هذه بحال هكا. شوف كيجيك الصاك مسدود ما كيجيش حال فم، كيجي مسدود شوف كي كيجي من الداخل ما شاء الله مخدوم زوين تبارك الله، حتى الفينيسيون ديالو زوينه وبخاتي خفيف ما ثقيلش بالعكس الصاك خفيف وسامبل بحال اللي فيه اللي كيبغيو السيدات اللي كيبغيو لي ساك سامبل. هذا ستيل واعر سامبل ما مشارجيش زوين، فيه النوار فيه هذا الماغون الماغون وفيه النوار مع البلون. هذا كيجي من هنا توب، شويه البنات كيبان لكم دابا مزيان، كيجي من هنا توب كيجي هنايا جلد، هادو كيجيو جلد هادو كاملين مع البوندولير ديالو كلهم كيجيو جلد، من غير هنا اللي كيجي في التوب. شوف كيجي فيه ثلاثة ديال اللوينات بالنسبة لهادو تا هما راه آخر القطع اللي بقاو البنات، مبقاوش عندنا هادو ثلاثة القطع، يعني بياسة في النوار بياسة في الماغون وبياسة في البيض. هادو غيبقاو ليكم 179 درهم، 179 درهم. اللي بغات شي حاجة سكريني وتواصل معانا، غنبقى معاكم في نفس لامارك ولكن موديل مختلف. هذا السيل هذا كيحمقني كي بحال السيل باطو السيل كميمي، شوف شوف الهزه بعدا كيجي لا في الهزه كتحسي به السيل ديالو في شكل يعني السيل مختلف. شوف ولكن تبارك الله مخدوم لا لا الماتيغ ديالهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله فن، شو الماتيغ ديالهم كيفاش داير عرفتي. راه الكاميرا ما كتعطيش حق الصاف، يعني ما تيبانش مزيان في الكاميرا ماشي بحال المباشره، المباشره كيبانوا واعرين كيبانوا فني كيبان
عنده هادو كيتجمعوا من هنايا، هادو كيتجمعوا من هنايا، شتو كي كيجي سامبل. حتى هو بقى فيه غير نوار، بقاش فيه اللوينات، اللوينات كاملين سالاو. حتى هو كيجي كيتسب بهاد الطريقه من هنا بحال هكا، كيجي الصاك مسدود مجموع. وعندو البوندولير ديالو لي كطوال وكتقصار، حتى هو غيبقى ليكم 179 درهم. انت مثلا الا كنتي بغيتي تهزيه بالبوندولير، بغيتي تشد الفوني بالطوب، كدير ليه بحال هكا لداخل كتسديه. شتي كيبان بحال ما عندوش البوان، كيجي ستيل زوين. هادوك كيف ما قلت لكم غيبقى ليكم غير ب 179 درهم، 179 درهم اخر قطع اللي بغاو. اللي بغات شي حاجه تواصل معنا. ودابا غندوزو لهاد الموديل هذا ديال هاد لا مارك، شوف كيجي بالبواطه. هذا البنات غادي يبقى لكم ثمن هرس دقدق، ثمن ما كاينش حتى في الجمع. عطي البواطه تعطيها كادو، راه فن. شوف كيف فيه جوج ديال القطع، اخر القطع اللي بقاو. شوفوا الصاك كيفاش كيجي، كيجي بلا اوس بالوريقه، تنوري لكم محلول. عندنا فيه كما قلت لكم اخر القطع، جوج ديال القطع بنفس اللون، كيجي الصاك على هذا الشكل. كيجي كيجي حلو في الهزه، واعر تبقى السيدات اللي كيبغيو يهزوا في الهزه. فن هذا كيجي من هنا توب، انت خفيف ما دايرش، ما واقفش، زوين الماتير ديالو، زوين. شوفوا كي كيجي، شفتوا الستيل ديالو كيفاش كيجي زوين. الصاك كيجي على هذا الشكل من الداخل، حتى هو راه كيتسد بالسنسله البنات، يعني السيدات اللي تيبغيو السنسله، حتى هو راه كيتسد بالسنسله. شوفوا كيجي من الداخل، كيبان لكم مع الاضاءه. كاين فيه جيب لداخل، اه فيه واحد جويب من هنايا تحت السنسله، اه كاين فيه جويب من هنايا. شفتوا يعني كيجي زوين مخدوم، من الداخل كيجي كوير، من برا كيجي ثوب، يعني باش كيحافظ لك على الصاك. ومن هنا من تحت كيجي كوير. وفيه البوندولير ديالو اللي كتجي عريضه، يعني باش تقدري مثلا هزيتيه في الكتف كيجيك مريح. تيجي فيه مطبوعه فيه كلها سميه ديال لا مارك، كيجي بالهزه. انا ما عرفتش علاش ما تعجبنيش نهز هاد الفاس هكا، زيد هاد الفاس. شتو كي كيجي، وبالبواطه البنات، بالبواطه بلا اوس بكلشي. شتو كي كيجي فن. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات، عوض 380 350، اليوم غتاخديه بثمن هرس دقدق لاخر القطع اللي بقاو. اخر القطع بقاو جوج ديال القطع فيه، غتاخديه ب 219 درهم، 219 درهم غتاخدي هذا بلا بواط بلا اوس، تعطيه كادو تفرحي براسك شي حاجه اللي زوينه. هماوية. اخر القطع على ثاني سيرين هماويه ب 219 درهم البنات. الموديل اللي كيجي براتيك وسبور وكيهز وسامبل. بالنسبه للسيدات اللي تيبغيو يلبسوا هذا لي ساك، يكونوا كبارين شويه مثلا في السفر ولا في الخدمه، قلت لكم موديل زوين، ثمن جد مناسب. وهذا هادو كيجيو سبور، وهذا تقدر تلبسوه رجال وعيالات، يعني ماشي غير العيالات اللي يلبسوه، حيت سامبل ما فيش الزواق ولا هذا. كيجي فيه بعدا جويب من هنا من القدام، كيجي ساك على هذا الشكل، بعدا سنيسلة مطبوعة فيها السمية ديال لامارك، كيجي على هاد الشكل من الداخل، فيه لاوس ديالو مطبوعة فيها السمية ديال لامارك، كيجي الصاك على هاد الشكل من الداخل، تبارك الله. فيه تهزي فيه الوريقات ديالك داكشي زوين، شفتو. وفيه جويب من هنا من الداخل، كتجي فيه البوندولييغ، نوري لكم في الموديل لاخر، في اللون لاخر، ديها هكا نزرين، شفتو، شكي كيجي. كيجي براتيك، فيها انتم شوفوا البوندولييغ ديالو كي داير، حتى هو خفيف، اه كيجي مطبوعه فيها السميه ديال لا مارك، كتجي اللون اللون ديال السنطه بحال اللون ديال الصاك، شفتوا. وكتجي السميطه ديالو زوينه ومريحه في الكتف، كتجي الصاك كيجي ما شاء الله. كيما قلت لكم فيه جوج ديال اللوينات، فيه هذا اللون هذا الكري اللي كيجي شويه غامق، وهذا الكري اللي كيجي مفتوح. شوف الفرق بيناتهم، جوج ديال القطع غادي يبقاو لكم 319 درهم. ليكيداسيون البنات لاخر القطع اللي بقاو، داكشي علاش درنا لهم هاد الثمن هذا. ونورمالمون راه ماشي الثمن ديالهم، مي اخر القطع يستافد منهم كلشي. مرحبا والف مرحبا، اللي بغات شي حاجه تسكريني وتواصل معانا. ودابا البنات غندوزو لهاد الموديل هذا ديال هاد لا مارك، ها هي اللوغو ديال لا مارك، فن غزال، ستيل مختلف يعني زوين، كيجي مجموع بحال الكوكياج، اه بحال الكوكياج. نسرين نسرين الكلمات الجديده عند نسرين. شوف البوندولير كيفاش كيجي، تقدر ديري لي بوندولير، سينو تقدر تهزي غير بهادي غير بالبواني، وحده باش تهز بالبواني. شوف كيجي تبارك الله، كيجي عاطي. دابا انا هاد اللون الابيض عجبني،
ولكن ما جاش معايا انا، مع من غيجي؟ مع الاخت نسرين لابسه لكم البيض ما شاء الله. فاني نسرين تعالي شوف، شوفوا ما شاء الله كيفاش غيجي في اللبسه اللي لبساتو نسرين، وهي لابسه البيض. تزيد القدام عندك طيح، هي لابسه البيض ولابسه هذا البلو. شوف كي جا عرفتي، جا فن ما شاء الله فن. هي لابسه شارف البيض ولابسه هذا في البيض، عرفتي جا ما شاء الله زوين واعر غزال. شوف كي جا زوين سامبل، وعرفتي كي كيجي زوين حلو في الهزه ديالك. تقدري ديري ليه البندوريسين، تقدري تهزي غير هكا. شوف كي جا واعر، الستيل ديالو واعر يعني مختلف. ستيل واعر، تقدر تجمعو هنايا بهاد اللعيبات هادو اللي من هنا من الجناب، تقدر تجمعيهم بيهم. سينو شنو تقدر تخليه محلول على حسب، على حسب الا تجمعيه بحال هكا راه كيتجمع. على حسب السيده شنو غتفضل، واش هكا كميميته مجموع ولا هكا محلول، اللي هي اللي غادي شنو اللي غادي تفضل. شكرا نسرين، شكرا على المجهودات. كيجي فيه هذا الطاوس ديالو مطبوعة فيها السميه ديال لامارك، شعلها الشكل من الداخل. باش خصني نحليها هادو باش يبان لكم، باش يبان لكم من الداخل كيفاش كيجي. شفتو شوف كيجي من الداخل ما شاء الله فن. هانتو شفتو زوين كيجي دان من الداخل. كيجي دان ومن هاد الدوره هادي ديال هاد الدوره هادي ديالو كيجي، كيجي جلد، كيجي جلد باش كيبقى واقف. كيجي كيجي زوين، الهزه ديالو كيجي زوين. هذا راه فيه اللوينات. بالنسبه لهذا قبل ما نوريكم اللوينات، الثمن ديالو كنا دوزناه ب 280 درهم. اليوم غندير لكم فيه، غندير فيه ليكيداسيون لاخر القطع اللي بقاو غير ب 219 درهم. 219 درهم فيه هاد اللوينات هادو، فيه البيض، فيه هذا داير بحال الكراميل، فيه الغوز. الغوز جمعك الغوز، الغوز حيت انا لابسه الغوز. شفتو هاجي ماك الغوز وهاجي ماك البيج، البيج عاوتاني حتى لابسه كيمشي مع بزاف، لابسه عاوتاني الزيف في نفس اللون. الغوز البيج كما قلت لكم، والزيت يعني اللوينات ديالهم بنجيني، حتى الزيتي جا معايا. شفتي اللوينات ديالهم بنجيني يمشيو مع اي حاجه. هادشي اربعه ديال اللوينات البنات، اربعه ديال اللوينات تبارك الله ما شاء الله غير ب 219 درهم من اخر القطع اللي بقاو. اللي كتبغي الشياكه والاناقه وداك الشيء فنيون وكيوت، هانتوما جبت لكم هذا الزويك. ما خساره، سال الستوك ديالو، بقات فيه اخر قطعه هي اللي غادي نوريكم دابا، غتكون اول واحد تواصلت معنا ان شاء الله. ان شاء الله هي اللي غادي تستافد به. شوف شوف السيل بعدا كي كيجي فن غزال. عرفتي راه بعدا في الشوفه راه مباشره كيف ما كنقول لكم الناس، راه ما تيبانش بحال الكاميرا، راه مباشره كيبان احسن. شوف كيجي واقف تلبسيه بحال هكا، شوف السيل واعر. كيجي كيتسد بالسنيسلة، لا ماخ ديجا راه معروفة. شوف كتجي فيه هادي لاوس مطبوعة فيه السمية ديال لاماخ. هاد لي ديطاي راه وليتو عارفين هما البنات، ولكن ضروري خصنا نقولوهم ليكم على قبل السيدات اللي تيكونو بعادات ولا السيدات اللي تيدخلو جدادات. هانتو جدادات المهم سيرتيفيكاسيون ديالو. شوف كيجي فيه هنايا جويب من الداخل، كيجي مخدوم من الداخل ما شاء الله. عرفتي كي داير ما شاء الله فن. شوف شوف الساك كيفاش داير، راه خفيف واعر فن. كتجي فيه هادي، كتجي فيه البوندوليغ ديالو شينيط، هادو القاص ديالو كسيده، هادو ما كيتبدلش ليهم اللون. كتجي شينيط، وهادي اللي كتحط على الكتف كتجي جلد، كتجي جلد، وهادو كيجيو كتجي شينيط. انا نركب لكم السماطه باش تشوفوا كيفاش كتجي. وبالنسبه ل الساك تبارك الله ما شاء الله مخدوم. وبالنسبه حتى للثمن ديالو كنا شحال هادي، كنا شحال كندوزوها نسري؟ هادو كانوا كندوزو 380. اليوم اخر قطعه بقات، اخر قطعه، اول وحده غتواصل معنا هي اللي غتستافد منه وبصحتها وراحتها. كنخلي لكم جوج ديال الارقام وكنديرو التوصيل لجميع مدن المغرب. باش تسهلوا علينا البنات ندوزو، دوزي الكوموند ديالك، تسكريني الموديل، كتصوري الموديل، كتصيفطيه لينا في واتساب، كتخلي معاه النمره ديالك اللي غادي تجاوبي فيها الليفرو، وكتخلي معها المدينه ديالك. يعني هكا باش كتسهلي، كتسهلي علينا حتى حنايا نعرفوك راه بغيتي، بغيتي مثلا هذاك الموديل، بغيتي هذاك لارتيكل. كيجي في السنيسله الشينيط، كيجي فن غزال. تقدروا كاع ما تهزوش اللي ما بغاش تهزو، هكا تخلي غير هاد الشينيط بحال هكا كتعطيه نظر زوين. شفتو كيجي زوين. بالنسبه لهذا كما قلت لكم اخر قطعه، غادي يبقى لكم ب 319 درهم، الاخر قطعه بقات. دابا غندوز لكم لهذا
ميساج الهدف الفن هذا عرفتي هذا كيداير واعر كخوك شوف سمع الصوت ديالو كيداير البنات حاجه طوب واعر عرفتي راه محفر هذا الكخوك ومحفر شوف كيجي شوف شوف ما شاء الله فن واعر عرفتي ثقيل بقوت ما هو يعني الماتيغ ديالو زوينه عرفتي وازن تبارك الله شوف كيجيو فيه بعدا هادو اللي كيحافظوا على القاعده ديال الساك شوف كيجي كيجي فيه هاد الزويف هذا ديال الحرير كيعطيه من هذا زوين تقدري ديريه تقدري تحيدي شوف الساك كيجي في الهزه عرفتي واعر فن البنات خزال بالنسبه لهذا راه طي 35 حيت في جوج ديال لي طاي فيه 35 وفيه 30 مي اللي بقى عندي في هاد اللون هذا غير 35 حتى هو راه اخر قطعة غندير لكم فيه ندير لكم فيه صولت يعني ما غاديش ندوزو لكم الثمن اللي ديجا عارفين نتوما شحال كندوزو شوف كيجي ما شاء الله فن واعر عرفتي الشوفه كيف ما قلت لكم مباشره راه واعر كيجي هاد اللعبه هادي ديال كيتسد الساك جست فوتو كيهز بعدا كتجي فيه سيرتيفيكاسيون سيرتيفيكاسيون كتجي هنا دايره كتاب كتاب ديري لي كتاب ما شاء الله دير فيه سيرتيفيكاسيون ديرو هاد شويه باش ما تديرش شوف كيجي من الداخل مخدوم ما شاء الله عرفتي فن واعر فيه هاد جويب هذا اللي من هنا بالسنيسله وفيه جويب من هنا من القدام شفتو وكيجي فيه الاكسسوار ضروري هاد لا مارك هادي راه معروفه بالقفيل بالقفيل والساروت نوريكم هاهو الاكسسوار ديالها كتجي فيه سويته هنا لداخل شفتوها هنا لداخل وكيجي فيه القفيل يعني تقدري تركبي ليه القفيل هنا القدام والسويرته تتعلقيها غير هنايا ديكورسيون ولا ما بغيتيش راه ما يعني ماشي ضروري انك ديريها الموديل كيجي بحال هكا تقدري تسدي هاد السده تجمعي ليه هادو تجمعي ليه هادو بحال هكا تجمعي ليه الجناب تسدي بحال هكا كيبقى مسدود بحال هكا يعني شتي فمو ما مكلوش شتي سينو تقدري ديري ليه السده لاخرى نوريها لكم في اللون لاخر بالنسبه لهادو البنات راه كانوا دايرين 450 درهم 450 درهم باش كنا دوزناهم اليوم غادي يبقاو لكم اخر القطع غير ب 379 درهم 379 درهم شوف هادي السده الثانيه يعني تقدري تسديها يا اما تسديه هاد الشكل هذا ولا هاد الشكل هذا شي عنده جوج ديال السدات شوفوا هاد الفيغ هذا كيدير واعر حتى هو فن حتى هو اخر القطع كما قلت لكم غادي يبقى لكم غير ب 379 درهم وكلهم راه تيجي فيهم زويف ديال الحرير تقدري الزويف ديال الحرير ديري ليه غير بحال هكا كيوريضه بحال هكا وكاين لورونج بالنسبه للورونج راه كاين فيه هادوك كما قلت لكم طاي 35 ولورونج فيه طاي 30 لورونج هادوك باش توريهم الحجم ديالو كاين سري هذا طاي 35 وهذا طاي 30 شوفوا الفرق بيناتهم شفتوا شوف الفرق ما بين 30 و 35 حتى هو غادي يبقى لكم بنفس الثمن حتى هو غيبقى لكم عوض 450 غير ب 379 يعني هاد الاربعه ديال القطع اربعه ديال القطع في الغوز الاخضر الخضيضر و لورونج في طاي 35 وفي طاي 30 اخر قطع 379 درهم ندوز لكم كيفاش كيقول ليها الاخر مبخر شي حاجه اللي واعره تبارك الله قداش بوطه راه كبيره ما شاء الله فن ديال هاد لا ماركيز هذا البوطه يبان لك شي الهماوي هذا بزاف ديال السيدات صيفطوه لينا في واتساب طلبوه لينا وجبناه لهم ولكن الكميه شنو نسري الكميه محدوده محدود هاد شوفوا الصاك تبارك الله شوفوا غير لا او سوايع ما شاء الله ستيكا الزاز سيرتيفيكاس الزاز والتفركيس هاكي شوف شوف يا سطا كيفاش داير ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن واعر فن غزال شوف شوف الماتيغ ديالو كي دايرة واقفة زوينة البنات واعرة فن فن غزال شوف شوف سطا كيجي من داخل باش باش يبان لكم مزيان شوف وعاد فيه الفابور لداخل هدا راه كيعطوه لكم فابور معاه الداخل شتو كي كيجي غزال فن واعر البنات خدوم من الداخل ما فيه شي غلطه اه كيجي فيه جويب من هنايا من الداخل عاد عنده هاد البزاطه كيف ما قلت لكم
هذا تقدري تستعمليه باش ديري فيه التليفون ديالك ولا هذا، ترى تقدري تهزيه حتى انت خارجه هكا ديري فيه تهزي بحال بوشيت، ديري فيه تليفون بسطام، ديري فيك هذاك الشيء اللي خصك تهزي معك. هانت واش كيجي من الداخل، شفتوا شو كيجي من الداخل، كيجي من هنايا، هذه راه مطبوعه فيها السميه ديال لامارك، حتى هاد اللعبات هادو راه كيجيو مطبوعين بالسميه ديال لامارك واسيان اوكسيدا. واعرين فن، شوفوا هي هذه، هذه تهي ما شاء الله عاد راح المنظر هنايا زوين، هذا راه ماشي كبير وماشي صغير، هذا الموين ولكن حلو. كيجي في الهز، كيهز شتي، ما كيجيش كبير مخنشش عليه، بالعكس كيجي الموين زوين، يعني حلاوته في الموين واعر. شو كيجي، وهذا البوشيطه كيف ما قلت لكم، شو كيجي فن. بالنسبة لهذا نسمع عطاني الثمن، الثمن راه هذا اللي كيبقاو 700 درهم 600 درهم غيبقى ليهم في المحل غير ب 399 درهم. يلاه 399 حبايبكم. هذا شوف، هذا اللي تقدروا مثلا تجمعوا هذا بحال هكا، شوفوا الصاك بحال هكا تجمعوه باش كيصغار، شفتوا ودي يعني كتلعبوا بالصاك كيف ما بغيتوا. شوف دابا كي مني معتو كيفاش ولا، ولا صغير بزاف، جمع لي مابقاش خارج من الشنو، شنو تقدري تخلي، تقدري زعما تخليه كيف ما، كيف ما هو، كيف ما هو زعما في العادي طبيعته. بالنسبه لهذا كيف ما قلنا غادي يبقى ليهم ب 399 درهم بلا بواط بلا اوس، يعني شي حاجه تعطيها كادو ما تحشمكش. ما تحشمكش، شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله. وختام وهميسك البنات، غادي نختم لكم بلي مونتر لي كيعجبوكم بزاف ما شاء الله، الكاليتي ديالهم زوينه، ديال هاد لا مارك هادي كيجي بلا بواط، حاجه اللي فنه هماويه حتى اللي بغاو يعطيوها كادو. شوف الموديل اللي تبعدا كيف، الموديل بعدا كيفاش كيجي فن، يعني تقدر تلبسيها هكا ديما ولا في المناسبات. شوف كي كيجي الموديل بعدا كيفاش كيجي، فيه هاد الحجيرات هادو باللوان عطي لها، عاطين واحد المنظر زوين على هاد الحجيرات، عاطين اللوينات فنين واعرين. شوف كيبان فن واعر ما شاء الله، فيه هنايا لي بيرل، هنايا في الجناب ديالو كيكون فيه لي بيرل. شوف السميطه ديالو كيفاش دايره، هادو راه اسي انوكسيدا، البديل الذهب البنات، بديل الذهب ما تخافوش منها، تقاس لك الماء، تقاس لك البارفان، يعني ترش لك ماشي تعومي بها، هذا راه ماشي ديال الماء، بمثلا مثلا طاشت لك هنا بالماء ولا درتي لها الريحه ولا شي حاجه، راه ما تبدلش لك اللون ديالها، تخافيش منها، تبقى في اللون ديالها. شوف انا غاتجيني على قياس يدي نوريكم كيفاش كتجي في الايد، شو كي كتجي في الايد فنه غزاله البنات واعره. هادو كيجيو هكا في الدوغي، والطابلو ديالها كيجي في هكا في حتى هي في الدوغي، ولكن واحد اللوين زوين وفيه لي بيرل من الداخل كيعطي واحد المنظر زوين. كاين فيه هاد اللون هذا اللي كيجي الطابلو، راه نفس لي ديتاي مي الطابلو تيختلف، الطابلو هنا كيجي في البيض، كيجي بيض بحال مرخم، شفتوا كيجي هذا. عاد عندكم هذا اللي كيجي الدوغي بلارجونتي، يعني فيه جوج ديال الوان، كيجي حتى هويا نفس لي ديتاي، مي هاد السميطه كتجي في الدوغي ولا الارجونتي، والداخل كيجي في الغوز، شفتو كي كيبان فن. بالنسبه لهادو غادي يبقاو لكم غير ب 239، وفيهم لي فريزون غاتوي البنات، يعني توصل تخديتي مثلا لا مونتر معها ساك، غتوصلك لي فريزون غاتوي، ما غتخلصيهاش، يعني سواء كنتي في كازا ولا خارج كازا. شوفوا هادي كيجي توصيل بالمجان، التوصيل كادو من محل ساكي. بالنسبه لهادي كيبقى فيها الطابلو في هكا في البلوش، شو كي كتبان. وعاد عندنا هاد الاخرى هادي اللي كتجي حتى هي طابلو ديالها مرخم، كيجي فيها لي بيرل من الداخل، شو كي كتبان ما شاء الله فنين بلا بواط بكلشي. كما قلت لكم هادو غادي يبقاو لكم، يعني هادو بديل ذهب اسي انوكسيدا، ما يتبدلش ليهم اللون، وغادي يبقاو لكم ب 239 درهم. وكاين حاجه هماويه، حاجه لها السيدات اللي مجربينهم، مجربين لي مونتر من عندنا، خليو لينا الكومونتير على قبل لي مونتر كيفاش جاتكم السويعات اللي خديتو من عندنا، وبصحتكم وراحتكم. كما قلت لكم هادو غيبقاو لكم فيهم لي فريزون غراتوي البنات من المحل. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديال هاد لا فيديو، الفيديوهات اللي قبل، وعلى لي كومونتير زوينين اللي تتخليو لينا، شكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله يكونوا فيديوهاتنا كيعجبوكم، التعامل على قلوبكم، التعامل ديالنا حتى هو ان شاء الله يكون كيعجبكم، والسلعه ديالنا ان شاء الله، وخليو لينا لي كومونتير زوينين، والسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.
ناس محل ساكن توا البنات. حنا دابا كاينين في امتداد دو مارس، هاي كليه الاداب ديال عين الشق كاينه على اليسر ديالي، كنبقى غدا نيشان 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 على اليمين ديالنا كاين ماكدو. هانتوما بنات الخير كاينه ماكدو على اليمين ديالنا، خلينا الكليه ديال الاداب ديال عين الشق على اليسر، وماكدو كاين على اليمين ديالنا. كنبقاو غاديين غير نيشان في امتداد دو مارس، شارع امتداد دو مارس، كتبقاو غاديين نيشان 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 هانتوما حتى كتوصلوا للتقاطع ديال ما بين امتداد دو مارس وشارع القدس. هانتوما انا دابا غدا نيشان، دابا انا وصلت للتقاطع، انا وصلت للتقاطع ما بين امتداد دو مارس وشارع القدس. هذا راه شارع القدس دابا اللي دورت لكم، انا مازال مكمله في امتداد دو مارس، نبقى غدا غير نيشان نيشان، كنقطعوا الطريق ديال الباسوي وتنكملوا نيشان. غتلقاو المحلات فيهم الحوايج لي غيسطو، غتلقاو بزاف. انا نبقى مكمله نيشان حتى نوصل لواحد القهوه على اليسر ديالي سميتها جنان دو مارس. هانتوما نكمل نيشان، هانتوما شوفوا على اليسر، ها هي، ها هي البانو ديالها في النواغ ومكتوبه بالابيض جنان دو مارس على اليسر ديالي. غنمشي غندور مع الزنقه اللي اونفاس مع اللي قبال تاع اليمن، وغنكمل نيشان حتى غنوصل لمحل ساكي. ها هو البانو ديالو بنات الخير كيبان في الاحمر، ومرحبا بكم والف مرحبا.